السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة تانية. احنا وقفنا عند موضوع زي ما قلت لكم، هذا الموضوع مش محاسبة كتير، هو أكتر فاينانس يعني تمويل، مش أكاونتينج. الموضوع هذا بيتكلم على المفاضلة ما بين إن أنا أختار إذا أنا محتاج تمويل، محتاج فاينانسينج. محتاج فاينانسينج، تمويل سمو تمويل، بدي أمول عملية شراء بضاعة، شراء أصول، فتح فرع، توسيع خط إنتاجي، بناء خط إنتاج جديد، بدي مبنى، سموا زي ما بدكم. الآن السؤال تبعنا في التمويل هذا، في عنا خيارين للتمويل، إما أحصل على المصادر المالية اللي بحتاجها أو التمويل اللازم، إما من خلال الاقتراض، من خلال debt financing، أو من خلال equity financing، أو من خلال المساهمة. فكأنه التمويل ممكن نحصل عليه، الفلوس ممكن نحصل، يا إما بنبيع سندات، يا إما بنوقع على سندات دين، يا إما بنبيع أسهم. ففي يا إما بنبيع أسهمنا وبالتالي نحصل على تمويل، أو بنبيع سندات دين نحصل على تمويل، أو بنوقع على سند دين مع أحد البنوك وبرضه بنحصل على تمويل. يبقى كأنه هنا الموضوع تبعنا هو المفاضلة بين إنه أحسن أصدر أسهم ولا أصدر سندات إذا بدكم، أو سندات دين يعني. هنا المفاضلة مهم جدا عند إخواننا الإداريين اللي هم بسجن ميكرز، عشان بيحسبوا قديش تكلفة الاقتراض وقديش النقص اللي بيطرق على الإيرنينج بير شير، وصولا لأي مصدر تمويل أفضل. طبعا قبل ما يخش بمثال، في الأول بده يعطينا بوند فاينانسينج أدفانتج، إيش مزايا التمويل بالاقتراض أو من خلال إصدار سندات. قصده يقول، بقول ستوك هولدر control is not affected. طبعا اذا انا بصدر سندات، انا كمساهمين، الناس المساهمين عندي في الشركه ما بتاثروا، is not affected. ليش؟ لانه انت كدائن امشي، انت الك اخر فتره معينه، الك قرضك والفائده تبعتك، عشان كده ما بيتدخلوش في الاداره، ما لهمش يشاركونا في الارباح، ما لهمش يكون لهم حضور في التصويت على القرارات المهمه في الشركه، تمام، ولا حيكونوا مساهمين معنا، هم دائن. bond holders do not have voting rights، ما لهم حق التصويت. So current owners، المساهمين الحاليين، retain full control of the company، بضلهم هم مصرين على شركتهم، فيش واحد يشاركهم. بس خدوا بالكم، هو بدري عليه، بس لو اصدرنا اسهم احنا جبنا مساهمين جداد معنا. المساهمين الجداد هذول بكره بزحمونا في الاداره، تمام؟ لكن هذا الدائن، انت يا عمي هي فلوسك في تاريخ معين تاخذهم، وهي الفائده الدوريه وخلص، امشي، ما لكش علاقه فينا. الحاجة الثانية في البوند فاينانسينج اللي هو التمويل من خلال الاقتراض بإصدار أسهم، بإصدار سندات، التاكس سيفنج ريزلت، يعني مرات بينتج عن هذا النوع من التمويل إنه في يعني بسموها وفرات ضريبية. إيش يعني وفرات؟ إنه بوند انترست إز ديدكتبل فور تاكس بيربوسز. خذوا بالكم، لأنه الفائدة اللي بندفعها، أنتم بتتذكروا في الإنكم ستيتمنت بتيجي الفائدة، فالفائدة كأنها بتقلل الضريبة. بقول الفائدة اللي بتدفعها على السندات أو على الديون أو على الاقتراض يعني بتقلل الضريبة. ليش؟ لأن الفائدة بتقلل صافي الربح وبالتالي بندفع ضريبة أقل. بس خذوا بالكم، الديفيدنس أون ستوك، ولكن توزيعات الأسهم ما بتقلل الضريبة، لأنه إحنا الضريبة بتاخدها الدولة على دخل الشركة قبل ما إحنا يعني، ما لهاش علاقة إذا كان والله بندفع فائدة، لأنه الفائدة بتنقسم بعدين الدخل اللي بضل. فالتوزيعات الأرباح ملهاش علاقة بالضرائب، لكن لكن فائدة القروض بتخفض الضريبة. الـ EPS الـ Earning Per Share may be higher. ليش higher؟ بقول عائد السهم الواحد ممكن يكون أعلى. ليش؟ لأنه إحنا ما أصدرناش أسهم، إحنا اقترضنا. بس تخيلوا إن إحنا عندنا 10,000 سهم، ومولنا احتياجاتنا المالية من خلال إيكويتي، من خلال إصدار أسهم، كان عندنا 10,000 صاروا 15,000 سهم، أكيد عدد، آسف، أكيد عائد السهم الواحد حيقل، لأنه صافي الربح أقسمه على 10,000 سهم ولا أقسمه على 15,000 سهم؟ أكيد 15,000 سهم حيكون عائد السهم فيه أقل. عشان كده بقول although bond interest expense reduced income، بقول صحيح إنه صافي صحيح الفائدة بتخفض صافي الربح، الفائدة اللي بتنحط في الإنكم ستيتمنت بتخفض صافي الربح، لكن الـ earning per share is higher under bond financing، ولكن عائد السهم في حالة التمويل بالقروض أو من خلال سندات الدين، because no additional shares، لأنه ما فيش أسهم إضافية تم إصدارها عشان يقل عائد السهم الواحد.
طيب تعال نشوف مثال. مثال هذا حلو جدا، لان في عندنا شركه، خلينا ناخذ شويه تفاصيل هذه. قول في شركه اسمها مايكرو سيستمز انكوربوريشن از كونسيدرينج تو بلانز، في عندها بتدرس خطتين فور فاينانسينج ذا كونستراكشن اوف ا نيو 5 مليون بلانت، بدهم يكونوا مبنى تكلفته جديد تكلفته 5 مليون دولار. في عندهم خطتين، بلان اي ايش بتقول؟ انه انفولفز ايشوانس اوف 200 شيرز اوف كومون ستوك at the current market price of $20 per share. عندهم الخيار الأول أو الخطة إيه؟ إن هم يصدروا 200,000 سهم، السهم سعره السوقي اليوم 25,000 دولار. حلو جدا. الحالة الثانية أو الخطة الثانية بي involves issuance of 5 مليون دولار 8% بونز، يبقى هناك بدهم يصدروا أسهم، لكن هنا بدهم يصدروا سندات 8% بونز at face value، والقيمة يعني قصده يقول بالفيس فاليو يعني بالقيمه الاسميه للسند، يعني لا في عندنا بريميوم ولا عندنا ديسكاونت. حلو. والانكم بيفور انترست اند تاكسز، والدخل صافي الربح بدون الفائده والضرائب اون ذا ان ذا نيو بلانت ويل بي، في المبنى او الاصل هذا الجديد او سموه اللي هو الخط الانتاجي، ويل بي 1.5 مليون، يعني 1.5 مليون. انكم تاكس ار اكسبكتد تو بي، الضريبه متوقع انها تكون 30%. ومايكرو سيستم currently has في عندها 100,000 shares of common stock outstanding، في عندها 100,000 سهم في التداول. The next illustration shows the alternative، بيبغيبنا يعني التوضيح التالي حيوضح لنا ايش التأثير لكل خيار من الخيارين on earning per share، على عائد السهم الواحد. لان فكروا معي لان income before interest and tax اللي هو الدخل قبل او صافي الربح، يعني قبل الفوائد والضرائب، الان في الخطتين حيكون 1,500,000 من 500. اعطاني اياهم في السؤال، انا ما جبتش حاجه من عندي. اعطاني اياهم، هيا وين قال هنا وين 1,500,000 1,500,000 بقول income before، هيا income before interest and expense 1.45 مليون. حلو جدا، 1,500,000 1,500,000. حلو جدا. الآن في عندي انترست 8% على الخمسة مليون، في عندي بقول احنا قديش قيمة الفاينانسينج نيد تبعنا؟ 5 مليون، بس مش عارفين نمولهم اما بالاقتراض او بالمساهمة. فقال لو مولناهم بالاقتراض بدي ادفع فائدة 8%، اعطاني اياها في السؤال. هي قال انه احنا اخذنا قرض involves issuance 5 مليون 8% bonds at face value، عشان ابسط السؤال بالقيمه الاسميه. فعندنا 5 مليون في 8%، لاحظوا ال 400,000 بنحطوش عند الاي لانه هي اسهم، هذه فيش عليها فوائد، لكن عند السندات. تمام؟ حلو جدا. طيب انكم بيفور انكم تاكس، الدخل هذه ما خصمناش، بينزلوا زي ما هم، بس هذول بيخفضوا المليون ونص، هذا دخل وهذا دخل، هذا ربح وهذا ربح، اذا نجيب منهم هذه الفوائد، فلاحظوا هنا الربح قل في حاله البونز. ربح قل يعني صار 1,100,000. طيب الانكم تاكس قال لي 30% في السؤال، بتتذكروا؟ قال لي الانكم تاكس هي اكسبكتد تو بي 30%. حلو جدا. لاحظوا هنا، لاحظوا هذه ميزه اللي تو حكى عليها، انه احنا نقترض، اذا اقترضنا الفائده تخصم، وبالتالي بيقلل الدخل وبالتالي بيقلل الضريبه. لاحظوا هنا دفعنا ضرائب انكم تاكس اكسبنس، دفعنا ضرائب 330,000، لكن هنا عشان ما فيش مصاريف انخصمت لانه ما فيش فائده قلنا، عندي 450,000. حلو. فكأنه النت انكم تبعنا هنا حيكون، طبعا قصده نت انكم افتر تاكس، يعني صار عندي 1,050,770. حلو جدا. الاوت ستاندينج شيرز بقول عدد الاسهم في التداول، لو اخذتوا بالكم هنا طبعا زي ما هم ال 100 ما تغيروش، لكن هنا قال بدهم يصدروا، لو اخذتوا بالكم قال بدهم يصدروا 200,000 في 25. خذوا بالكم 200,000 في 25، هم ال 200,000 شيرز اللي احنا دي خطه ايه، 200,000 شيرز مضروبين في 25 بيعطيني ال 5 مليون المطلوبين، بس كانه انا في عندي اصدرت 200,000، تنسوا شو في عندنا اصلا 100 اساسا، فصار عندي 200 زائد 100 صار 300,000، هذول ال 300,000 اللي بحكي عليهم هذا. فلاحظوا لو احنا اصدرنا سندات، الاسهم الاوت ستاندينج تاعونا زي ما هم مش هيتغيروا، بس لو اصدرنا اسهم، انا عندي كان 100 وتو قال لي هو اصدرنا 200,000، يبقى صار عندي 300,000. طب لو جينا نطلع الايرننج بير شير اللي هو عائد السهم الواحد، هنلاحظ لانه اصدرنا اسهم زاد الاسهم،
فعائد السهم الواحد صار 3.5. وفي حالة السندات صحيح دفعنا فائدة بس دفعنا ضريبة أقل وظلت الأسهم عددها قليل، فعائد السهم ظلوا عالي 7.7. يعني هذه الشركة لو بدها تقرر أو المدير تبع الشركة لو بده يقرر أي مصدر تمويل أكيد كان حيختار بلان بي اللي تعتمد على إصدار مين؟ يعني السندات. نقف شوية عند الليس لايبيليتي وبعدين نكمل إن شاء الله. طبعا الليس لايبيليتيز لازلنا بنتكلم على اللونج تيرم لايبيليتيز، والان بتكلم عن التزامات عقود الايجار طويله الاجل، وهنا حيعطي شويه طبعا هذا الموضوع عشان احكي لكم هو من اصعب الموضوعات اللي تدرس لحتى الان في الفاينانشال اكاونتنج وتحديدا في الانترميديت. يمكن هنا بيعمل تعدى المعيار اكثر من مره خلال 10 سنوات اللي فاتت، ويمكن في 2018 كان في تعديل وصار في تعديل خفيف في عام 2019، فكأنه هذا المعيار اللي بيناقش الليس اكاونتنج او معالجة عقود الايجار من الموضوعات اللي يعني لسه في شغل عليها ما انتهاش. عموما هنا بتكلم شوي عنه، بقول إليس يعني عقد الايجار is a contractual agreement، هو عبارة عن اتفاق تعاقدي between leaseor مؤجر اللي هو الاونر اوف ذا بروبرتي اللي هو صاحب أصل هذا أو العقار، and ليسي اللي هو المستأجر اللي هو renter of the property. بس أسجل ملاحظة صغيرة هنا، الإيجار مش زي اللي عند الأمريكان، مش بس إيجار 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 مبنى أو شقة أو حاصل، لا، الإيجار هنا بنتكلم على إيجار آلات مباني، بتكلم على إيجار معدات، إيجار equipment، بتكلم على machineries، بتكلم على furniture، بتكلم على أشياء كثيرة. يعني مثلا أغلب الناس الدول يعني قدراتها محدودة بيقدروش يشتروا طيارات من شركة بوينغ، لكن بيقدروا يستأجروها. عشان كده في نوع من الإيجارات بنقول عنه إحنا فاينانس ليس، اللي هو طبعا في أوبريتنج ليس، لكن أنا بتكلم عن الفاينانس ليس. الفاينانس ليس بيسموها عقود الإيجار التمويلية، فهو عبارة عن عقد تأجير بيعي اسمه، أو عقد تأجير تمويلي. يعني مثلا انا باجرك الطياره هذه، الدول الفقيره ما تقدر تشتري يعني الطيارات او الاسطول الجوي تبعها مره واحده، فبيستاجروا الطيارات استئجار بحيث انه بعد عدد سنوات معينه بصير في ترتيب على انه ان يعني بصير قادرين يشتروا الطياره بعد ما صار عمرها فرضا 10 15 سنه. ساعتها بيكون في امكانيه لانه نحول عقد الايجار الى عقد بيع. يعني عشان كده مثلا في واحد بده يشتري كاتربيلر مقاور اللي هو الكباش او الجريدر، هذا تكلفته عاليه وبيقدرش، فهو بيستاجره من شركه كاتربيلر لعدد معين من السنوات، وعقد الايجار بيكون في امكانيه لبيعه او نقل ملكيه هذا الاصل للمستاجر في نهايه عدد سنوات معينه من عقود الايجار. فيعني كانه بنتكلم الموضوع الليسنج يعني او عقود الايجار موضوع كبير الصراحه، ما بينحصرش زي عندنا بس في عقد ايجار شقه او حاصل او مبنى. يمكن اكثر اشياء بيلفت نظرنا ان اسجلكم ملاحظه عنها انه يعني اذا واحد فيكم خلص ان شاء الله بده يفتح مكتب محاسبه، مش ضروري هو اللي يعني يشتري الالات والمعدات والمكاتب واللابتوبات والطابعات والاثاث والاشياء دي كلها، لا لا. الآن في شركات متخصصة هي بتعمل مكتب محاسبة، كل التجهيزات اللازمة من اللابتوب من البرمجيات لحد اللي هو اللوحات اللي بتتعلق على الحيط. الآن هذول الناس بيعملوا لك كل حاجة وانت بتستأجر المكتب طبعا، فانت مش بالضرورة انت تعمل كل اشي بيدك، لا، انت بتختار المكتب بالديكورات تبعته لو بدك تعمل تعديل بعدوا لك. والآن بعد ما تبدأ تتأجر وبعد 4 5 سنوات لو حبيت تشتريه أو صار بإمكانك تشتريه لأنه أنت دفعت جزء من تكلفة هذا الأصل أو هذا العقار أو هذا المكتب في صورة أقساط، فبيكون تكلفته بعد 4 5 سنوات عليك أقل لأنه أنت صرت أوريدي كمان دافع أقساط اللي هي بتمثل جزء من حقه. وبالتالي انت لقيت حالك نجحت، المخسر تبعك بس اقساط الايجار، لكن لو الله لا يقدر ما ظبطش المشروع تبعك وانت كنت حاطط كل فلوس هذا منك، يعني بيكون العمليه كثير صعبه لانه كنت حتخسر كل الاصول والمعدات والتجهيزات والاثاث اللي انت حطيته والاجهزه الكهربائيه
الاير كونديشنز والاشياء هذه. فموضوع الايجار موضوع واسع طبعا، احنا يعني بدا عمال يوسع يعني. ليش يعني بعض الناس اللي في الافراح مش ضروره يشتروا البدل بتاعت العرايس، الان صار في امكانيه يستاجروها. يعني قصدي فكره الايجار فكره بتخش في كل المجالات الصراحه. يمكن عندنا احنا لسه ماشيه بطيء، لكن بره عند الامريكان الموضوع هذا يعني كتير داخل في حياتهم. عموما بنكمل في مفهوم الليس. فبقول الليس يعني العقد، هذا الاتفاق التعاقدي. gives leasee بيعطي المستأجر right to use specific property. property يعني نسميها أصل من الأصول، بلاش كلمة ممتلكات، أحد الأصول. which is owned، واللي بيكون عادة مملوك للليسور for a specified period of time، اللي هو عقد الإيجار عادي. أنا بعطيك حق الانتفاع أو تستخدم الأصل تبعي اللي أنا بملكه ولخلال مدة معينة. طبعا للسي اللي هو المستأجر makes payments، بيدفع دفعات over lease term يعني خلال مدة عقد الإيجار to lessor للمؤجر. for leases greater than one year، العقود الإيجار اللي مدتها أكثر من سنة. leasee record، هذه يعني صعب عليكم بس يعني مشوا معايا، إنه leasee المستأجر بيسجل a right of use asset. يعني كنا زمان في العقود الإيجار اللي بنقول عنها operating lease كنا بنسجل rent expense يعني مصاريف إيجار، لكن اليوم صار مطلوب منا حسب التعديل الأخير اللي أصدره الفاز بخصوص lease accounting، صار يقول مطلوب منكم أنكم تثبتوا حساب الأصل في سجلاتك كمستأجر. بيجي المستأجر يقول بس أنا مستأجر وأنا لا أملكه، بنقول له بتقولش اسم الأصل ولكن أنت بتثبت حق انتفاعك بالأصل، عشان كده الحساب تبعنا اسمه right of use asset يعني حق انتفاع بالأصل. هذا الحساب بيكون مدين، بيمثل زي ما قلت حقوق إلنا، بيمثل مديونية، بيمثل حقنا في استخدام الأصل. and a lease liability، وفي علينا التزامات اللي هو موضوعنا هذا اللي هو التزامات عقود الإيجار، اللي تتمثل في عدة حاجات، أهمها اللي هو إن احنا نعمل دفعات ونرجع الأصل في نهاية عقد الإيجار، يعني دفعات اللي دفعات الإيجار، بالإضافة إنه في نهاية عقد الإيجار نرجع الأصل. طبعاً على افتراض إنه العقد تبعنا ما كانش فاينانسينج، يعني والأصل كان لازم، إيش يعني فاينانسينج؟ يعني إنه احنا بعد كده نتملكه، إذا فيش إمكانية تملك فهو أوبريتنج، فلابد في نهاية عقد الإيجار بده يرجع الأصل لصاحبه. عشان كده بيقول هذه الليس لايبيليتي بتثبت بناء على present value of lease payments، يعني القيمة اللي بنثبت فيها الرايت اوف يوز اسيت. يعني هذا الحساب هذا قيد اسمه رايت اوف يوز اسيت، هذا الديبت. الكريدت اسمه الليس لايبيليتي. طب المبلغ بكم؟ قال بيساوي present value of lease payments بيساوي القيمة الحالية لدفعات الإيجار. طبعا دفعات الإيجار يعني فرض أنا متأجر عقار أو آلة أو معدة، سمي زي ما بدها، لمدة 10 سنين وبدفع عليها $1000 $1000 $1000. ما هي قيمة الحق الانتفاع هذا؟ هو القيمة الحالية للعشر دفعات، العشر ألف دولار اليوم، هذا هو عبارة عن قيمة Right of Use Assets، وهي تساوي تماماً الليس لايبيليتي الالتزام اللي علي. حلو جداً. إن شاء الله يعني هو الليس هذا يعني بحاول أنا بديش أتعمق فيه كتير، لأنه زي ما قلت لكم هو شوية موضوع يعني صعب. عموماً هو بيعطي مثال، طبعاً هو هذا مش كل الليس، هو قاعد بيحكي على واحد أو خلينا نكبرها شوية على 10% من موضوع الليس. عموماً accounting for lease arrangements will to illustrate assume that Gonzalez company decides to lease new equipment، إنه قررت إنها يعني تأجر أداة جديدة. lease term is 4 years، عقد الإيجار أو مدة عقد الإيجار 4 سنوات. the economic life is estimated to be 5 years، العمر الافتراضي للأصل متوقع يكون 5 سنوات. The present value جاب لي إياها هو of the lease payments، محسوبة جاهزة عبارة عن 150,000 190,000. طبعا القيد تبعنا بسيط تو حكينا عنه، بس بدنا نحط the present value للlease payments اللي هو جاب لي إياها جاهزة 190,000. القيد تبعنا right of use asset اللي هو يعني حق الانتفاع أو استخدام أصل للlease liability 190. حلو. ال balance sheet presentation كيف نعمل عرض في الميزانية؟ طبعا الـ leased asset is reported on balance sheet in long term asset. طبعا الـ leased asset أو الـ right of use right of use assets بيظهر في ضمن الـ long term liabilities، والـ leased liability long term assets
والليس ليابيليتي از ريبورتد اون بالانس شيت از ليابيليتي، هذه بتظهر كالتزامات في الميزانيه. بورشن تو بي بيد ان نيكست يير، الجزء اللي مستحق السداد خلال السنه الجايه يصنف ككرنت ليابيليتي، والريمايندر الجزء المتبقي اللي هيتسدد في السنوات التاليه بعد السنه الاولى is classified as long term liability. حلو جدا. طبعا income tax او income statement presentation، العرض في قائمة الدخل depends on whether lease is considered financing، زي ما انت كنت بحكي finance lease ولا operating lease. ف for finance lease right of use asset is amortized عادة بالنسبة لعقود الإيجار التمويلية. الحساب اللي اسمه right of use asset is amortized بيتم استهلاكه، طبعا صعب يقول عنه depreciated ولكن ولكن يقول عنه amortized يعني يستهلك in a fashion بطريقة similar to other fixed assets بطريقة أو شكل مشابه للأصول الثابتة الأخرى. and interest expense is determined، والفائدة بيتم تحديدها in a fashion similar to other long term liabilities، برضو الفائدة المدينة بتكون لأنه قلت لكم الفاينانس ليس هو عبارة عن بيع بالتقسيط أو بيع بيسموه بيع إيجاري، يعني أنا بأجرك بعد فترة بتنتقل ملكية الأصل لإلى. حلو. آخر حاجة for an operating lease لازلنا بنتكلم على income statement presentation، العرض في قائمة الدخل، فقال هذا العرض زي ما بقول بنعمل amortization لهذا الحساب يظهر في income statement، والفائدة بتم حسابها بالطريقة العادية اللي بنحسبها على long term liabilities وبتم تحميلها على income statement. هذا الكلام وقت ايش؟ لما كنا بنتكلم على finance lease. أما لما بتكلم على operating lease، ومعنى operating lease زي ما قلت لكم هذا بيع ليس بيع إيجاري ولكن هذا عبارة عن تأجير عادي، يعامل as a single expense كمصروف على amount يعني كمعالجة المصروف العادي اللي بينحط في قائمة الدخل. طبعا هنا هذه زي ما انتم شايفين دويت نفس السؤال اللي فات. الآن هنا بنتكلم على حاجة اسمها amortizing bond discount، كيف نعمل استهلاك أو إطفاء لخصم إصدار السندات.